السلام عليكم، كي عاملين؟ لاباس؟ على خير؟ الاحوال طيبه؟ اذا كنتوا اول مره كتعرفوا على القناه، مرحبا بكم معنا. تفضلوا بالاشتراك ولا تنسوا النقر على الجرس باش يوصلكم جديد الدروس. عندنا اليوم طريقه تفصيل قفطان جهاره قطعه واحده، ما فيش خياطه في الكتاف ولا في الكم. القياس ديال التساوي اللي غتحتاجيه طولك مرتين. مثال عندك في الطول متر ونص، غادي تجيبي 3 متر. نعرفوا بان التساوي ديال الجوهره ما يكونش فيه المنكب، يعني ما فيهش متر ونصف، كيكون فيه فقط متر و 15 او اقل. هذا القفطان ما نحتاجلوش الباترون، تخدموه مباشره فوق التساوي. اذا الطريقه ديال الطي هكذا، عندي تساوي متني على طوله، الحاشيه عند الحاشيه، ياك؟ هنا ما نطويوه شي هكذا، انما غنفتحوه كامل وغادي نطويوه على العرض. غادي يولي لينا تساوي فيه متر ونص، تنيتو على جوج، وغادي نولي نتنيه مره اخرى على 4. القفطان عندنا فيه الامام والخلف مسدودين من الوسط. الامام عندنا فيه فقط ديك الافتحه ديال النصف طوق. هاد الجهه عندنا التوب فيها متني، من هنا غادي نخدمو الكول والجهه ديال الكم غتبقى هكذا، ما غاديينش نخدمو ديك الميلان، يعني حنا غادي نحترمو الموديل. قلنا ما فيهش الكم، ما فيهش خياطه، والكل عندنا في. اذا غادي نعملو الفتحه ديال الرقبه 8 سنتيم. غادي نرسمو الخلف والولاني، من بعد عاد نفصل الباترون ونفصل الامام على الخلف. قلنا ما غاديش نعملو الميلان، انما غادي ناخدو القياس ديال الكم من الخلف ديال الرقابه. صافي، عندنا في التوب عندنا في العرض ديالو متر 15، فملي تنينا هكذا غادي تبقى لينا هنايا فقط 57 سنتيم ونصف. صافي، فبالتالي الكم غادي يجي قصير، ما غاديش يجي وصلت لهنا، انما غادي يجي تقريبا حد هنايا، غادي يبقى خاص باش نكملوا الطول ديال الكم حوالي 20 سنتيم. اذا باش تكملي الطول ديال الكم غادي تضطر تاخدي القطع اللي غادي يشيطوا لينا من هذا الجنب، وتخدمي باندا غتكمل لك الطول ديال الكم الذي تريدينه. من بعد غادي نخدم التركيز. انا في الميزان غنخدم ب 26. من بعد التركيز طول الخصر من 42، من بعد الهونش 22، نرسم هنايا المقاس ديال الصدر 28. انا من غير العلامات دابا حاليا، انا من العلامات الخصر عندي فيه نقص سنتيم واحد، نعمل 27، والهونش نعمل 32. اذا بغيتي القفطان يكون مضبوط عليك، ما يكونش فيه اتساع بزاف، غادي تخدمي المقاسات ديالك وتخلي سنتيم بالخياطه. لكن اذا بغيتيه تماما كما في الصوره، فضروري غادي دير فيه وسع. القفطان عندنا فيه كم كيمونو خفاش زائد وسع، يعني هاد المقاسات اللي حنايا حددنا هنايا 28 27 32، غادي نضيفو عليهم من 3 حتى 6 سنتيم. القيمه ديال الوسع كترجع لك اختياريه، يعني كل وحده فيكم والذوق ديالها. نقولوا مثلا انا غادي نضيف 5 سنتيم في الخط الصدر وفي الخط ديال الهونج ديال عفوا ديال
الخصر وكذلك في الخط ديال الهونش او الحوض، وغادي نسل هاد النقط ببعضها. بقى لينا هنايا اتساع ديال الديل، حتى هو عمل لي بغيتي تقدر تاخد هاد القيمة ديال 57.5 كاملة باش يجيك القفطان متسع كيما في الصورة. ولكن اذا خديتي هاد الوسع كامل غادي تجي الراس ديال الرقبة، غتشوفي شحال عندك في الطول. عندي هنايا في المثال 23.5، غادي تدوري بها باش يكون عندك الديل صحيح في الرسمة، ما يجيكش طايح في الجنب بحال اللي تعلمنا. يعني هاد الحركة هذه كنديروها دائما بالنسبة للبنات اللي متابعين القناة من هادي شحال، راكم حفظتوا هاد التقنية هادي. انا كنعاودها بالنسبة للناس اللي جدد عاد كيتعلموا. صافي بالنسبة لهاد المرحلة هادي، صافي راه حنايا عملنا اتساع، صافي الباترون عندنا فيه وسع كافي. غادي نجيو دابا باش نرسمو الفتحة ديالكم ونخدمو ديك التقويصة ديال الخفاش. في الفتحة ديالكم تعملو 18 أو 20 دو علامة، وندخلو من هاد النقطة حوالي 5 سنتيم خط مستقيم، عندنا في الصورة ديك الفورمة ديال الخفاش مجة من الخط ديال الخصر، ياك؟ إذا غادي نحاول نلاقيو هاد النقطة توصل حتى للخط ديال الخصر. هكذا نبداو في الاول بالطباشير بانقطاط متباعدين، ياك؟ من بعد عاد نلاقيهم بخط. صافي الكول في الامام عندنا في، يعني غادي تحط المسطره هنايا في الراس الكتف وتميلي المتر عندك من الجهه المنتصف حوالي 20 22، يعني الفتحة ديال الكول في لحسب ذوقك. في الجنب نخليه سنتيم بالخياطة، من بعد غادي نفصلو في الأول جهة الخلف، وغادي نجيبو هاد الخط الجنب، نفصل الأمام والخلف معا. دابا غادي نفتح، غادي نبعد الجزء ديال الخلف، وغنجيب لعندي الجزء ديال الامام هكذا باش نفصلو الفي. صافي وهذا القفطان، زيدو تفتحوا هاد المسافه هادي الطول ضد الطوق اللي يعجبكم بحسب الذوق ديالكم. والطريقه ديال الخدمه ديال السفيفه في هاد البلاصه ديال النص الطوق انا سبق لي خدمتها معاكم في جوج ديال الفيديوهات، غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. الكم مكمل ليه الطول بواحد الباندا، امل انها تكون كتظهر لكم بوضوح. فطريقه استخراجها من هاد 3 متر غادي تجيبوها من هاد القطع تبقاو من الجنب، ياك؟ ها هما جوج، غادي تنيهم هكذا
وتاخدي العرض لكم اللي عندك مثال هذا المقاس. وتحددي الطول اللي يناسبك وتقصي. في المثال هنا عملتي 22 او 26، هنايا في هاد الباندات غادي تصغر المقاس، عمل في المثال 15 او اللي بغيتي، وتخلي سنتيم ديال الخياطة. واضح؟ طبيعة الحال الباندات من الفوق ما فيهمش الخياطة، تساوي بمتني. صافي كملناهم، وحدة من هنايا والثانية من هنا. آمل أنكم تكونوا استفدتم معايا في هذا الفيديو، ونكون أضفت لرصيدكم معرفي معلومات جديدة. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم سالمين.